طبعا بينضم لنا في هذه الاثناء كابتننا الكبير الكابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف مبروك، مليون مبروك، مجهود كبير، فرقه اتعمل لها احلال وتجديد، دور كبير جدا قمتوا بيه، دور كبير للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. النهارده خطوه من الخطوات على الطريق الصحيح بالفوز بالبطوله العربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. الحمد لله، ببارك لجماهير النادي الاهلي كلها، مجلس اداره النادي والجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين. الاهم من الانجاز ان اعتقد ان بشهاده الجميع سواء في بطوله منطقه القاهره او البطوله العربيه بقى في ثبات لفريق كره السله بالنادي الاهلي، جهاز فني على مستوى عالي، لعيبه من خيره اللاعبين الموجودين على الساحه. بتمنى باذن الله تكون بدايه موسم جيد نعوض جماهير النادي الاهلي عن الموسم الماضي. أنا عارف إن دور كبير جدا بذلتوه، دور مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب كان معانا في كل الظروف في كل الأوقات، أعتقد في الوقت الصعب قبل وقت الفرح، أعتقد النهارده كلنا بنقول للكابتن محمود الخطيب ربنا يديك الصحة ومتشكرين، والدور كبير جدا وجماهير النادي الأهلي أكيد لمس هذا المجهود. يعني هو الحقيقة متابعة كابتن الخطيب، يعني عودته من الإمارات امبارح ومشاهدته للمباراة بتاعت منتخب مصر امبارح عشان يرجع القاهرة النهارده الصبح عشان اجتماع مجلس الإدارة الساعة 12 الظهرية، وبعد اجتماع مجلس الإدارة يجي هنا صالة برج العرب تاني وصحبته معظم أعضاء مجلس الإدارة. ده بيعكس اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن الخطيب بالألعاب الجماعية والألعاب الفردية عموما، وخاصة إن عايز أقول هذا الفريق لولا الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع جهاز فني كفء وعالي، وفي نفس الوقت كل احتياجاته بيتم تلبيتها من اللاعبين اللي يعني احنا ابتدينا نبني من الموسم اللي قبل اللي فات، ابتداء من إيهاب أمين، بعد كده عمرو الجندي وعمر طارق، والسنه دي عمر من نادي سموحه. يعني التدعيمات جت على اكتر من سنه وختمناها بالجهاز الفني الكفء اللي هو موجود معانا، فالف مبروك لجماهير النادي الاهلي. مليون مبروك يا كابتن رؤوف، ومليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. شكرا والف مبروك.